المباراة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله. النهاردة كمان برضو من الأخبار المهمة أنه لعيبة الأهلي بكرة بإذن الله هيجروا المسحة الطبية قبل ماتش الوداد يوم الجمعة. تفاصيل الخبر أنه لاعبي الفريق والجهاز الفني بكرة عندهم مسحة طبية على هامش ميران الفريق، وفقا طبعا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي بيأكد على أن أنت تجري مسحة طبية قبل أي مباراة رسمية طبعا ب 48 ساعة. دي مهمة جدا. صحيح. النهاردة كمان كان في خبر عن إصابتين بينضموا لست حالات في الرجاء، فطبعا ربنا يستر، واهم حاجه طبعا صحه الجميع. طبيعي. يعني نتمنى لهم السلامه اكيد يعني. فريق الرجاء، لكن خلينا نتكلم على فريق الوداد وبعثه فريق الوداد المغربي وصلت النهارده القاهره. كان النهارده العصر وصلت بعثه فريق الوداد طبعا استعدادا لمواجهه النادي الاهلي في الدور قبل النهائي للبطوله الافريقيه. تواجد اكيد اداري النادي الاهلي في المطار لاستقبال البعثه بشكل جيد جدا، بيسهل كل اجراءات الخروج. الاهلي زي ما احنا عارفين بيستعد طبعا لمواجهه الوداد. كمان اداره النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي حريصين كمان ان هم يتواجدوا في استقبال بعثه الوداد، بيسهلوا كل الامور بالنسبه للتاشيرات والخروج بشكل مباشر، التوجه مباشره الى فندق الاقامه، كل وسائل الراحه. واحنا كمان احنا بنشكر كمان كل من ساهم في راحه بعثه النادي الاهلي هناك. كمان ده الدور علينا احنا كمان هنا في مصر ان احنا نقوم بنفس الواجب، لان هو دوت البروتوكول وهو ده الطبيعي. فريق عربي شقيق موجود معانا، فان شاء الله يعني بنسهل له كل الامور، وبتبقى التسعين دقيقه هي زي ما بنقول كده هي المنافسه الحقيقيه داخل الملعب ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله. باذن الله.